فيروس كورونا يحطم الأرقام القياسية من حيث حجم التفشي من الولايات المتحدة إلى أستراليا مروراً ببريطانيا، يسجل عدد الإصابات اليومية أرقاماً غير مسبوقة. لكن هذا التفشي الواسع لمتحور كورونا يترافق مع درجة أقل من الخطورة حسب البيانات الرسمية. ما السبيل لمواجهة هذا الانتشار؟ هل ينعكس ذلك إيجاباً على ما يعرف بمناعة القطيع؟ نرحب بضيفنا من بوسطن الأستاذ المساعد في كلية الطب في جامعة تافتس واستشاري أمراض القلب والقسطرة الدكتور وائل فهد الحسامي. أهلا بك دكتور وائل فهد الحسامي. حصيلة غير مسبوقة في الولايات المتحدة، 1,000,000 مصاب بفيروس كورونا، ما الذي يحدث؟ هل ذلك بسبب أوميكرون الذي يتفشى بسرعة؟ مساء الخير. يعني الأرقام مرتبطة بعدة عوامل. أولا الفيروس سريع الانتشار وشديد العدوى، هاي العامل الأول. العامل الثاني أعياد عيد الميلاد ورأس السنة. العامل الثالث أن كثير من المدارس والجامعات فرضت إلزامية الفحص على الطلبة قبل عودتهم للمدارس. والعامل الرابع هنالك فحوصات انعملت على الويك إند وطلعت نتائجها يوم الاثنين، سموها باكلوج. فالأرقام تقريبية لكن لا يقلل من سرعة انتشار هذا الوباء. يعني هذا بسبب إذن إجراء فحوصات متزايدة أكثر من ذي قبل. هذا واحد من العوامل، بالإضافة إلى أنه الأوميكرون كان من المتوقع وهو طبيعة الفيروس سريع الانتشار وشديد العدوى، لكن أعراضه بشكل عام أقل. لكن إلزامية أيضا فحص المدارس والجامعات كشفت هنالك حالات قد لا تكون بالضرورة عندهم أعراض لكن ناقلين الفيروس. طيب سرعة إجراء فحوصات، هل يسرع من احتواء الفيروس في فترة أقل؟ يعني هذا الأمل بشكل عام، هو قد ما تفحص ممكن أنت تعمل الكارانتين اللي هو للناس إنها تعمل ايسوليشن لفترة معينة. لكن للأسف في موضوع الأوميكرون لسرعة انتشاره وشدة عدوته قد يبطئ لكن لن يكون كسابقاته. يعني متوقع أن يصاب عدد كبير من الناس بين 30-40% من أي منطقة يضربها هذا الفيروس. طيب دكتور حسامي، حسب تقارير العلماء والأطباء أوميكرون أقل خطر من أي يعني متحور ظهر في العامين الماضيين، هل يعطي ذلك مناعة القطيع أكثر من أي متحور آخر برأيك؟ يعني نعم، المؤشرات والدراسات الأخيرة التي نشرت من جنوب إفريقيا أن بشكل عام الأوميكرون أقل خطرا، لكن لا نريد أن نقلل الخطر كثيرا. الوفيات حوالي 3% من إدخال المستشفيات مقارنة ب 30% من سابقاته، لكن عدد الإصابات أعلى. هل هذا سيشكل مناعة قطيع؟ سيشكل مناعة قطيع فقط للمتحور نفسه وليس بالضرورة أن يمنع حدوث طفرات أخرى مستقبلية. لذلك من الصعب التكهن عن مستقبل الفيروسات، لكن هنالك أمل كبير أن نهاية هذا العام ستكون أفضل من سابقاته بإذن الله. نحن كل سنة نقول هذا الكلام سيد حسامي، ولكن العالم تفاجأ بأوميكرون صراحة في بداية نهاية عام 2021 وبداية هذا العام. طيب بما أنك تتحدث عن الطفرات، اليوم جامعة في مارسيليا تتحدث عن طفرة جديدة أو متحور هو قيد الدراسة، غير معروف الاسم لحد اللحظة، لمسافر جاء من الكاميرون منذ شهر تقريبا إلى فرنسا. ما الذي تتوقعه في هذا الإطار؟ هل يمكن أن يكون مشابها لأوميكرون كون أوميكرون ظهر في دول إفريقية أيضا؟ سموهم IHU الآن حسب التحليل المبدئي والذي نشر عبر تويت، يعني للأسف لم ينشر بشكل علمي للآن، أن الدراسات على هذا المتحور الجديد لا تدل على أنه أكثر خطورة من سابقاته، وهنالك تغير بسيط في السبايك بروتين.
لكن للآن لم يعني ينشر أنه شديد الخطورة أو غير ذلك. بالفاكت أنه هو فقط 12 شخص مصابين للآن يعني هذا يعني يعطي أمل أنه ليس شديد العدوى مثل الأوميكرون. طيب أنت كيف ترى نهاية يعني هذا المسلسل الذي عاشه العالم ونحن ندخل العام الثالث يا دكتور وائل فهد حسامي؟ هناك العديد من يعني التطعيمات المتوفرة الآن، لماذا لم تحمي بالقدر الكافي برأيك؟ نعم يعني هي الموضوع مش عامل فقط اللقاحات، اللقاحات هي متوفرة في الدول الغنية وللأسف غير متوفرة في الدول الفقيرة، ولذلك في أفريقيا نجد أن المتحورات الجديدة جاءت من أفريقيا لعدم إعطاء اللقاحات بشكل كبير. أظن أنه الموضوع سيأخذ وقت لأن اللقاحات متفاوتة في قوتها وقدرتها على التعامل، بالإضافة إلى قدرة الفيروس على التحور. يعني أول مرة نرى فيروس يتحور بهذا الشكل وبهذا الكم يا دكتور حسامي، صحح لي إن كنت أخطأت. لا، هي جميع الفيروسات تتحور إلا أن هذا الفيروس ينتشر كثيرا، فلذلك إحنا نجد الآثار للمتحورات أكثر، ولكن بشكل عام الفيروسات تتحور وباستمرار وتتغير، وأكثر المتحورات بشكل عام فيروس الإيدز يتحور بشكل مستمر، لذلك لا يوجد له علاج للآن ولا يوجد له لقاحات لكثرة وسرعة تحوره. لكن الفرق عن الإيدز طريقة الانتشار، إنه هذا ينتشر بطريقة مختلفة وينتشر بشكل كبير في العالم، لذلك نجد أنه يؤثر على العالم. وعندنا تجربة سابقة عالمية اللي قبل 100 عام هي نفس الطريقة، انتشر لفترة حتى تكونت المناعة الدولية العالمية. أشكرك شكرا جزيلا، استشاري أمراض القلب والقسطرة الدكتور وائل فهد الحسامي في بوسطن.